مرحبا بكم في تقرير مشاركتي في برنامج إجازتي السعودية بنسخته الثانية في مدينة الطائف. تم استضافتنا في منتجع المساكن الفاخرة بمنطقة الشفا. أقيم حفل استقبال المشاركين في البرنامج خلله عرض من الفلكلور الحجازي. في اليوم التالي بدأنا البرنامج بالمرور على جبل دكة وبيت الكاتب ومتحف علي الشريف الغني بالكثير من المقتنيات القديمة. من أهمها هذه السيارة التي تعتبر أقدم سيارة في السعودية. بعدها زرنا سوق عكاظ ابتداء بجناح الهيئة العامة للسياحة والآثار، ثم زرنا جادة عكاظ ومحلات الحرفيين اليدويين. وشاهدنا مشاهد مسرحية تصور الحياة في سوق عكاظ قديما. في اليوم التالي كانت زيارتنا إلى مسجد الصحابي الجليل عبد الله بن العباس، وقصر شبرا التاريخي، ويحتوي على مكتب جلالة الملك فيصل، وقاعة ما قبل الهجرة النبوية، والقاعة الإسلامية، وقاعة توحيد المملكة العربية السعودية. بعدها زرنا مصنع راشد القرشي لإنتاج الورد الطائفي وتلفريك الهدى ومنتزه الكر السياحي. وفي المساء قيمت أمسية للمشاركين في البرنامج، وضيوف الأمسية هم المنشد سمير البشيري وشاعر مدينة الطائف محمد القثامي. مثل أيام تصفاني وتنسيني معاناة. في اليوم التالي كانت زيارتنا لسوق البلد القديم، وبدأنا جولتنا فيه بزيارة محل خبير العسل درويش السفياني. بعدها زرنا مسجد المدهون ومسجد الكوع، وأخيرا سد عكرمة، ثم أقيم احتفالا باليوم الوطني وتوجيها للمشاركين في البرنامج. أتمنى أن نال الفيديو على إعجابكم، صوتوا لي على الرابط اللي هنا على اسم علي الخيبري وعائلته، وذلك في منافسة العائلات. تقبلوا مني خالص تحياتي. كان معكم الخبير السياحي أبو سامر.